Le gouvernement tchadien est dans un moment de profonde tristesse et d'urgence absolue. إن الحكومة التشادية تعيش لحظة حزن عميق وحالة طوارئ مطلقة. إن بلادنا تمر بمرحلة صعبة تتسم بمآسي متتالية هزتها ووضعت قدرتها على الاستجابة على المحك. بالنسبة لنا التضامن فضيلة، لكن المآسي التي شهدناها بالإضافة إلى حالات الطوارئ الأخرى تدفعنا إلى الدعوة إلى التضامن الدولي. ستبقى ليلة 18 و19 من يونيو 2024 محفورة في ذاكرتنا باعتبارها واحدة من أحلك الليالي في تاريخنا الحديث. اندلع حريق مدمر في مستودع الذخيرة المعروف باسم بودرير الواقع في أنجمينا، والعديد منكم شهود على ذلك. وتسبب هذا الحريق الذي لم يسبق له مثيل في حدوث انفجارات مروعة هزت عاصمتنا وزرعت الرعب في جميع أحياء العاصمة والمناطق المحيطة بها. وفي مواجهة هذا الوضع العاجل للغاية غامت الحكومة التشادية على الفور بحشد جميع الموارد المتاحة، وعملت وزارة الصحة والجيش الوطني التشادي ورجال الإطفاء بلا كلل لاحتواء الأضرار وتقديم المساعدة للضحايا وتحقيق استقرار الوضع. وأود أن أكرر هنا خالص امتنان الحكومة التي أرأسها وامتنان رئيس الجمهورية رئيس الدولة محمد إدريس ديب إتنو لتفانيهم واحترافيتهم في هذه الظروف المأساوية بشكل خاص. ومع ذلك فإن حجم عواقب هذه الكارثة يتجاوز بكثير قدرتنا على التدخل. إن الاحتياجات هائلة ومتعددة، إعادة بناء المنازل المدمرة والرعاية الطبية الكافية للجرحى والدعم النفسي للمصابين بصدمات نفسية والمساعدات الغذائية الطارئة للضحايا. إن مواردنا المحدودة بالفعل أصبحت اليوم غير كافية على الإطلاق لمواجهة كل هذه التحديات، لأن هذه المأساة تحدث في سياق هش بالفعل لبلادنا. وبالفعل في 9 مايو 2024 أثناء إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية اندلعت نوبة فرح للأسف، مما أدى إلى وفاة 11 مواطنا وإصابة 215 آخرين. أعزائي شركاء وأصدقاء تشاد، في هذا السياق الصعب للغاية أتحدث إليكم اليوم. تشاد التي تحبونها تحتاج إلى دعمكم، ونطلق نداء رسميا من أجل التضامن الدولي لمساعدتنا في التغلب على هذه المحنة والاستجابة للاحتياجات العاجلة لمواطنينا المتضررين. وفي هذه الأوقات الصعبة يعتمد الشعب التشادي على كرمكم وتضامنكم. إن كل بادرة وكل مساهمة مهما كانت متواضعة سيكون لها تأثير حقيقي على حياة السكان المتضررين. إن مساعدتكم ودعمكم الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة أمرا ضروريا للغاية، وتشمل هذه المساعدات الطبية الطارئة، ولدينا حاجة ماسة إلى كوادر طبية متخصصة ومعدات وأدوية لعلاج المصابين ومنع تفشي المرض المحتمل في منطقة الكارثة. المساعدات الغذائية، يجد آلاف الأشخاص أنفسهم بلا مأوى ومعوزين مع بدء موسم الأمطار. هناك حاجة إلى مساعدات غذائية طارئة لتجنب حدوث أزمة إنسانية، دعم إعادة الإعمار. الأضرار المادية كبيرة، إن مساعدتكم الفنية والمالية ستكون ذات قيمة كبيرة في إعادة بناء المنازل والبنية التحتية المدمرة. الدعم النفسي والاجتماعي، تتطلب الصدمة التي يعاني منها الضحايا دعما نفسيا كبير. خبرتكم في هذا المجال ستكون مهمة ولا تقدر بثمن. بناء القدرات، لمنع الكوارث المستقبلية نحتاج إلى دعمكم لتحسين إدارة المخاطر وأنظمة الاستجابة لحالات الطوارئ. المساعدة المالية، هناك حاجة إلى الأموال من أجل التنسيق الفعال لجهود الإغاثة وإعادة الإعمار على المدى الطويل. نود أن نشير إلى أن تكلفة هذه الإجراءات المفهرسة المختلفة تبلغ حدود 7,669,300,000 فرنك سفة. أيها الشركاء والأصدقاء الأعزاء لتشاد، السيدات والسادة، عندما يتعلق الأمر بالواجب فإن تشاد لا تخجل من القيام به. لقد كانت دائما شريكا موثوقا وملتزما على الساحة الدولية. لقد ساهمنا في الاستقرار الإقليمي وشاركنا بنشاط في الجهود الرامية إلى استعادة السلام في جميع أنحاء العالم وفي الترحيب باللاجئين. واليوم أمتنا هي التي تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.
نحن ملتزمون باستخدام كل الموارد التي تعهد بها إلينا بأكبر قدر من الشفافية والكفاءة، وسيتم وضع آلية مراقبة صارمة لضمان الإدارة المثلى للمساعدات الواردة. نحن على استعداد للعمل بشكل وثيق مع فرقكم لتحديد شروط هذه المساعدات وضمان أقصى تأثير لها على أرض الواقع. إن المأساة التي مررنا بها تذكرنا بضعفنا المشترك أمام الكوارث، ولكنها تؤكد أيضا أهمية التضامن الدولي. دعمكم لن يكون مجرد مساعدة مادية، ولكنه أيضا رسالة أمل قوية لشعب تشادي وللشعوب الأخرى في تشاد. ونحن على قناعة بأنه بفضل دعمكم لن تتمكن تشاد من التغلب على هذه المحنة الصعبة فحسب، بل ستخرج منها أقوى وأفضل استعدادا للمستقبل. أعزائي الشركاء وأصدقاء تشاد، بالنيابة عن حكومتي وشعب تشاد، أتوجه إليكم بخالص الشكر على اهتمامكم ودعمكم. ونحن على قناعة بأنه بفضل زخم التضامن الدولي وتصميمنا المشترك سنخرج من هذه الكارثة الرهيبة أقوى. يحيى التضامن الدولي. Nous sortirons plus fort de cette épouvantable catastrophe. Vive la solidarité internationale.